اللقاء ديال اليوم كيندرج ضمن واحد الحمله وطنيه دشنا تلقاتها المنظمه ديالنا مع الشركاء ديالها اللي كاين فيها التنسيقيه الوطنيه للاشخاص المكفوفين وضعاف البصر، كاينه فيها جمعيه هدف وجمعيه الاشخاص المعاقين كذلك. المطلب الاساسي عندنا هو الولوج الكامل والفعلي للخدمات البنكيه باستقلاليه تامه، لان كيف ما شرنا في 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 في, في, في الندوه ان الولوج ديال الاشخاص المعاقين للخدمات البنكيه جد محدود بسبب الحواجز المعماريه وبسبب المواقف الدنيا اللي كان ان كان هاد خلال هاد السنه كان واحد العمل دار جبار مع بنك المغرب، مؤسسه بنك المغرب اللي نتج عليه واحد الميثاق وطني لضمان حقوق الاشخاص لضمان الوصول الكامل للاشخاص المعاقين للخدمات البنكيه. كان في واحد الفصل مهم اللي هو الفصل الخامس اللي كيطرح واحد المقاربه جديده في ضمان وصول هاد الناس للخدمات البنكيه. الملاحظ ان رغم التوقيع ديال البنك المغرب والتجمع المهني للابناك على هذا الميثاق هذا، نتفاجأ بان مجموعه من الابناك ما ملتزماتش بتفعيل هذا القانون هذا، بل اكثر من ذلك رجعات لنسق ممارسات قديمه اللي حنا كان بطبيعه الحال هي اللي كانت ديكلونش اللي هي اللي كانت عطات الانطلاقه ديال هاد الديناميه هذه، اللي منها مثلا واحد لا 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 ما يسمى بواحد الالتزام ولات كتعطي الابناك للاشخاص سيرتو خصوصا الاشخاص المكفوفين كي 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 يقر فيه كي يقر فيه الشخص بان اخذ علما بالمخاطر الممكنه بهذه الخطوه ديال فتح حساب مصرفي باستقلاليه ديالو، وبانه يبرئ يخلي مسؤوليه البنك من اي وقوع اي خلل مثلا في هذا. حنا كنعتبروا هذه الوثيقه تمييزيه لانها كتعطي لنا غير حنا بوحدنا من دون باقي الزبناء، وكذلك كنعتبروها وثيقه تمارس واحد التحايل على القانون، لان واخا كتعطيها الابناك كتعطيها بدون هويه ما كاينش فيها لونطيط، وبالتالي يعني بحال كنحملوا الشخص كامل المسؤوليه. هذه ممارسات تمييزيه اكل الظهر عليها وشارب مع الـ مع الـ مع الـ مع لاشارت جديده، وبالتالي بما ان الابناك ما باغاش تلتزم معنا بهاد لاشارت هذه، المطلب الاساسي عندنا هو اليوم هو استصدار نص تشريعي يلزم الابناك بتطبيق بضمان وحمايه الوصول العادل والفعلي الخدمات البنكيه باستقلاليه تامه، وكذلك يرتب الجزاءات والعقابات على المؤسسات الماليه والمستخدمين الذين يخالفون مقتضيات هذا القانون. ثم الندوه اليوم جات بالمناسبه ديال مرور 6 أشهر على اصدار بنك المغرب الميثاق خاص بالاشخاص وضعيه اعاقه بصريه. هذا الميثاق كيتحدث على الولوج العادل للخدمات البنكيه مما فيها فتح وتسيير حساب بنكي بكل استقلاليه وبكل حريه بعيدا عن اي ممارسات تمييزيه على اساس الاعاقه، خصوصا ان هذه الممارسات هي اللي كانت سائده لعقود في الابناك المغربيه للاسف، وكانت واحد المجموعه من الاحتجاجات ودعاوى قضائيه الحمد لله كانت في صالحنا. واليوم هذه الندوه جات في اطار المطالبة مجددا من بنك المغرب بحكم أنه شريك لنا كمجتمع مدني باش يصدر واحد الدورية إلزامية لهذا الأبناك، لأن الميثاق كيبقى أخلاقي وكاين بعض الأبناك للأسف اللي ما التزمتش به أو كترفض أنها تمشي في هذا التحول الجديد اللي نهجو بنك المغرب مشكورا، واللي هو فتح معنا حوار لمدة تقريبا سنة وأكثر، ولكن للأسف بعض الأبناك اللي هما رفضوا يمتثلوا لهذا الميثاق الجديد ورفضوا أنهم يتعاملوا بمعاملة جديدة ومصرين على معاملة تمييزية كتكرس الحقرة كتكرس التمييز على أساس الإعاقة. فاليوم احنا جينا في هذه المناسبة هذه في مدينة مراكش باش نطلبوا من البنك المغرب دور أكثر، ضغط أكثر، وكذلك إصدار دورية ملزمة، لأن احنا في المغرب خصنا في مجال الإعاقة وفي قضايا الإعاقة خصنا نلجؤوا للدورية بالنسبة لبنك المغرب، بالنسبة القوانين تكون قوانين ملزمه ويكون هناك اجراءات جذرية، يعني واحد الجزاءات على عدم تنفيذ القوانين الخاصه باشخاص ذوي الاعاقه.